برعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يتشرف الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بدعوة حضراتكم لمتابعة حلقات مبادرة وعي. لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا وسهلا بشابات وشباب مصر. يسعدني أن أنا يعني أرسل لكم هذه الكلمة القصيرة من خلال منبر من أهم المنابر حاليا التي تسعى لتوعية الشباب وتحصينهم ضد العديد مما يعني يروج عليهم ويروج بينهم بالباطل وأحيانا بالخطأ. إحنا في عالم يموج بسرعات، سرعات لم يعد أحد بمعزل عنها. أي صراع بيتم لابد بيلقي بآثاره وبيلقي بتبعاته وسلبياته على كثير من دول العالم ونحن منها. ولذا لابد أن يكون الشباب على وعي، وعي كبير بقضايا الأمن القومي المصري، وعي كبير بالحقوق والواجبات، لأن هذا الأمر سيحصنهم تجاه ما يروج من شائعات وما يروج استهدافا لهم ومن خلالهم استهدافا لبلدهم. يجب أن نعلم جميعا حقوقنا وواجباتنا، يجب أن نعلم جميعا القانون وكيف يسري. نحن في عالم يمتاز بإزدواجية المعايير، ويجب من يروج لها من خلال الإعلام الدولي بشكل كبير. ولعلنا لنا مثال كبير فيما يحدث في أراضي غزة وإخواننا الفلسطينيين، لعلنا نرى كيف كانت إزدواج المعايير عندما تقوم إسرائيل بالاعتداء على دول وقانون الدولي في كل مكان ولا يحاسبها أحد، بل بالعكس حتى عندما تتخذ قرارات بعد طول ومعاناة وكثير من المبادلات تتخذ قرارات في مجلس الأمن على استحياء لا يتم تنفيذها. فلاجب على شبابنا أن يحصن نفسه بالعلم، الجدية والعلم، وأن يطلع وأن يعني يأخذ معلوماته من مصادر موثوق فيها. نحن في عالم امتاز بلا أفق ولا سماء ولا أرض بالنسبة للإعلام والتواصل الاجتماعي، كل من يريد أن يقول شيء فأقول تحرى الدق وتحرى ما تسمعه وتحرى ما تلتقطه وتعتبره إنه معلومة أصيلة أو معلومة صحيحة، خاصة ما يتعلق ببلدك، لأن هناك الكثيرين وكثيرين الذين يرغبون في زعزعة استقرار هذا الوطن، وأنتم عباد هذا الوطن، أنتم الشباب، أنتم القادمون. فلذا من الهام جدا 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 الوعي بحقوقك وواجباتك وقضاياك الوطنية وقضاياك القومية، والإيمان الصادق في قياداتك والإيمان الصادق في دولتك، لأن هو ده ما يحصن الشباب والشابات، وأيضا ما يحصن الوطن ضد كل ما يحاك له من مؤامرات. أشكركم وأتمنى لكم الخير ولبلادنا الوفعة والعزة.